مساحات زراعية شاسعة وأطنان من التمور تنتجها حقول النخيل في منطقة القصيم والتي تعد موردا اقتصاديا وثروة طبيعية تنعم بها المنطقة منطقة القصيم منطقة زراعية فيها العديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة فيها ما يفوق 8 مليون نخلة تنتج ما يفوق 50 نوع من التمور آه هذا العمل الجبار المشاريع المميزة في منطقة القصيم لم آه تكون موجودة إلا بفضل الله ثم بفضل آه حكومتنا الرشيدة وأيضا داعم هذه المشاريع آه سيدي أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود لدعم هذه المشاريع الزراعية بواكير التمور والتي بدأ جني ثمارها من مختلف أنواع التمور وصولا إلى نهاية الموسم نبدأ بجني أول شيء اللي هو تمرة الهشيشي تتوالى السكري أنبوت نبتة علي نبتة سلطان العيدية أرشودية العسيلة أيضا الخلاص هي آخر الموسم يبدأ جني ثمارها أمير منطقة القصيم وجه بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية لتكون مدينه التمور ببريده خلال الايام القادمه على موعد مع حراك تجاري واقتصادي لتسويق التمور لقناه الاخباريه علي العطينان بريده